قضى المئات من سكان قرية البركنة والقرى المجاورة عشية العيد وكذلك اليوم الأول منه كاملا تحت ظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب العاصفة الجوية التي شهدتها المنطقة إذا في ولاية الطرف، فيما عجزت شركة سونالغاز في إصلاح العطب البسيط لعدم وجود سلالم لتسلق عمالها العمود الكهربائي، وفي ساعة متأخرة من الليل تدخل سكان القرية باستعمال وسائلهم الخاصة وتقديم يد المساعدة لعمال الشركة. محمد بن كموخ. انقطاع التيار الكهربائي من الساعتين تاع الليل لحد الساعة راه ما كان حد شيء، عيطنا للسلطات، عيطنا للسونالغاز، الحمد لله سونالغاز راه معنا من ال 12 هما معنا لهنا. اليد ما حسيناش احنا باللي عندنا يد. التريسيتي عنده نهارين ما جاناش من البارح لليوم. وحنا كذاك عطلنا للعيد ذبحنا ذبايح عن طيشوهم الناس سلوم شفناه درك ما جابونا السيد هاو سلوم هاو جابوا السيد درك جابوا طفيل ها سلوم من البارح من البارح ما كان سلوم سلوم ما كاينش ولحد الساعه رانا في ظلمه درك رئيس دايره واحد ما طلع علينا احنا حقرينا في كلش درك ما عندناش ضو من البارح عندنا 24 ساعه بلا ضو.